انت كويس يا لمعي؟ الحمد لله. اوعى تكون تعبان بجد. والله زي الفل. لما اتكحول هقولك. العيال فين؟ طلعوا يناموا، كانوا بيقعوا مني واحد واحد، قلت لهم يطلعوا يناموا، لازم يستريحوا. الواحد مش عارف هيناموا امتى تاني ولا فين ولا ازاي. انا خايفه قوي يا لمعي. مش قدي. نعم؟ لا، ما يعني ما طبيعي برضو يا مفيده نخاف، بس احنا لازم نجمد قلبنا. اي حاجه هتحصل لنا احسن من الذل اللي احنا فيه ده. والله انا خايفه نتمنى الذل ده ولا نعرفش نطوله. انا عمري ما اتمنى الذل يا مفيده. انا عندي اموت راجل ولا اعيش مذلول. انا حاسس ان ربنا هيكرمنا ان شاء الله، وانا وانتي بالذات، لان احنا الاثنين مظلومين يا مفيد. احنا الاثنين اتخذنا في الرجلين. يعني العيال اللي فوق دول مش مظلومين يا لمعي؟ انا ما قلتش كده، بس هم عندهم اللي يقف لهم ويجري عليهم. فلوس اهاليهم بتحميهم يا مفيد، بس احنا ملناش حد يقف لنا. على الاقل تسعيره العيل من دول مليون دولار. انا اخري 10 جنيه تمن الرصاصه اللي هتضرب بيها. واللي هيجي يضربني يا مفيده مش هيفكر قبل ما يضرب، هيضربه في 60 ده، بس اللي هيضربهم هيفكر مليون مره قبل ما يضرب، ومش هيضرب في الاخر. عارفه ليه يا مفيده؟ لان حياتهم تهمهم، بس انا حياتي ما تهمش حد. تهمني انا يا لمعي؟ حياتك غاليه قوي عندي. طب وانت في ايدك ايه بس يا مفيده؟ احنا ملناش غير ربنا، وربنا هيكرمنا ان شاء الله. ان شاء الله ربنا قادر ينجيك وينجينا كلنا. اللي معاه ربنا معاه كل حاجه، وعمره ما هيغلب ابدا. طب وكتاب الله يا شيخه اللي تديني كلمه دلوقتي ان الموضوع ده لو عدى على خير تبقي مراتي على سنه الله ورسوله؟ انا والله اتمنى يا لمعي. اه والله هلاقي حد زيك فين كده، راجل وجدع وحنين وامور كمان. ما امور؟ اه لا والله، هو انا امور الا ما حد قال لي كده قبل كده؟ لا يعني انا شايفك امور، ماليش بقى دعوه الناس التانيه شايفه ايه. تصدي في الناس، طالما انت شايفاني امور ابقى امور، وابقى احلى كمان من توم كوز بتاع ميلاد ده. لا هي وسعت قوي منك كده يا لمعي، يعني مثلا ممكن احمد عز، بس توم كروز يعني دي واسعه شويه. والله احمد عز مش وحش، ده عجبني قوي في ولاد رزق. اه والله انا راضي باي حاجه، اي حاجه منك انا راضي بيها. والله انا كفايه عندي ان انا قابلتك يا لمعي، بس انا عندي شرط واحد مهم وانت لازم توافق عليه. موافق من قبل ما تقولي. لا ما انت لازم تعرف هو ايه. وحياه امي موافق من قبل ما تقوليه. طب هو انت مش عايز تعرف انت وافقت على ايه؟ طب انا وافقت على ايه؟ امي هتقعد معانا لما نتجوز. مفيش جواز اصلا يا لمعي، دي ما عندهاش غيري في الدنيا دي. انا بهزر معاكي، ده انت امك في عينيا. احنا بس نخرج من هنا على خير وتشوفي انا هعمل لك ايه. والله مو في ده اللي تشوفي هعمل لك ايه يا رب. طب يلا احنا عايزين نطلع بنصحي العيال عشان نجهز. ماشي، هو مفيش اي مشكله في الصحيان غير رابح. لا ما خلاص، وانا ما قلتلكيش مش انا عرفت الزرار بتاعه؟ اطلعي انت بس ايه للبنات، حضريهم وجهزوا. يلا ماشي.